قدمت حكومة الدكتور عاكف استقالتها وسلم الوزراء السابقون الحقائب الوزارية، وتولى الدكتور لطيف مهمة تشكيل الحكومة الجديدة وإعادة خياطة التالف والمقطوع من تلك الحقائب لتسليمها مرة أخرى للوزراء الجدد. مبروك معاليك، مبروك لينا كلنا، مبروك لمصر كلها، ويا رب من مكانة لمكانة أعلى. أعلى من كده فين؟ كده أعلى حاجة؟ مجنون ده ولا إيه؟ عموما يا جماعة أنا عايز أقول لكم إن أنا النهاردة اتهريت تهاني، كل الناس عمالة تقابلني وتقول لي ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك، مع إن إحنا ما عندناش وقت، ورانا حاجات كتير جدا. فاهمين يعني إيه ورانا حاجات كتير جدا؟ وكلكم والأفندي اللي قابلني بره ده كوم تاني. الأستاذ قال لي قصيدة شعر قعد فيها يجي نص ساعة، ولسه في ناس كده؟ دي قصيدة ترحيب بمعاليك بتعبر عن فرحتنا بقدومكم يا خير من بس 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 ايه ده؟ الكلام ده كان زمان، في زمن فات، في زمن ولا النهاردة زمن الحكومة الذكية. يعني قصيدة زي دي يبعتها ايميل اللي تؤمر بيه معاليك. عموما يا جماعة اتفضلوا انتوا، لاني لازم اشكل الوزارة خلال 48 ساعة واسلم الحقائب الوزارية للسادة الوزراء بدل الكركبة اللي فيها المكتب دي. اتفضلوا. 48 ساعة وقت قليل قوي، بس انا هشكل برضو، لازم اشكلها. الحا عليها ضمة، كاف عليها ضمة، والواو عليها ضمة، والميم عليها فتحة، والته مربوطة عليها ضمتين. حكومة شكلتها. اتجوز مصاريفه كتير، قولي له استنى شويه لما نشوف الحكومه الجديده هتعمل معانا ايه، يمكن ظروفنا تتحسن واقدر اجهزك واجوزك. لكن لو هي هي روح اتجوزيه عرفي، وانا هعمل نفسي ان انا اتصدمت فيكي واتبرى منك كده وكده. ربنا يخليك ليا يا بابا. وابتدى المشوار. بعدين احنا هنفضل قاعدين على القهوه كده لحد امتى؟ احنا شكلنا هنموت واحنا لسه قاعدين على القهوه. يا عم تفائل، بيقول لك في حكومه جديده هتنسب بكره، شافوا لنا حل كان بيها. طب افرض ما شافولناش؟ نستنى الحكومه اللي بعديها. اه العب العب. صبرك يا ولدي، لما الحكومة الجديدة تاجي والحال يتحسن. دي مسؤول.
مسؤولية كبيرة جدا، لازم أكون أقوى وأزكى وزارة حصلت في تاريخ مصر علشان يقدروا على تحديات المرحلة القادمة. ناس خبرة وناجحين ومتحمسين ومتفتحين وأذكياء. أيوة لازم يكونوا كلهم أذكياء علشان ينفعوا للحكومة الذكية. ألو، أيوة مين معايا؟ حضرتك عايز مين؟ دكتور عاكف؟ دكتور عاكف مين؟ دكتور عاكف. لا مش موجود. مش موجود يعني ايه؟ مش موجود يعني مش موجود. انت مش عايش في الدنيا ولا ايه؟ ايه ما بتقراش جرايد؟ مع السلامة. فصلني. انا كنت بفكر في ايه؟ كنت بتقول معليك ناس اذكياء للحكومة الذكية. صح. تليفون كمان. الو، الله يبارك فيك. شكرا شكرا شكرا. ما قلت لحضرتك شكرا. حضرتك عاوز ايه دلوقتي؟ ايوه ايوه عارف انك انسان مجتهد وبتحب البلد، امرني اي خدمة. ايه وزارة؟ انت بتهرج؟ هي رحلة بتتصل تحجز؟ اقفل حضرتك، اقفل. مع الف سلامة يا فندم، مع الف سلامة. مين ده؟ هو انت؟ ما تنسناش يا كبير. مش اتجننت ولا ايه؟ حد يعرض نفسه بالغباء ده؟ الناس اللي بتكلمني دي ولا ليها اي علاقة بالذكاء اللي انا عاوزه. وبعدين انا لازم اقفل التليفون علشان اعرف افكر كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ في تشكيل الوزارة. وزارة الثقافة، وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة الإسكان، خارجية، سياحة. طب احنا عندنا وزارات كثيرة. ده ياخد الوزارة دي. أما ده بقى يروح هنا. طب ده لو نقلناه من هنا وديناه هنا. طب لو ده مرضيش ياخد هنا، أنا ممكن أوديه هنا وأجيب اللي هنا أحطه هنا. هو خريج إيه أصلا؟ صعبة أوي الحكاية دي، بس ماشي. الوزارة دي محتاجة وزير، مش أي حد. هو ده اللي هيمسك المواصلات. تهيألي اللي يمسك الصحة لازم يبقى صحته كويسة. أبو تريكة بقى. أبو تريكة إيه دلوقتي؟ وزارة السياحة مين يمسكها؟ ده لازم حد يكون بيحب يروح شرم كتير. وزارة الثقافة مش غيره. الوزير ده نوديه وزارة جنب بيته عشان ما يستهلكش عربيات الوزارة. لو كل دول بقى بدلوا مع كل دول هيبقى شيء عظيم. يا كده بقت وزارة جامدة جدا. ربنا يعيني ويعينهم على تحقيق أفضل النتائج. أما حكاية التشكيل دي صعبة أوي. الله يكون في عونه حسن شحاتة. أكلم بقى الوزراء، أبلغهم وسلمهم الحقائب الوزارية. ألو. إيه ده شرف كبير لينا يا فندم. أنا متشكر جدا يا فندم. بيت وزير، بيت وزير، بيت وزير. أنا استاهلها. إيه شوية مديرين أي كلام، كل واحد ماسك شركة مش عارف يمشيها. هتخربوا بيت، هجيب لكم وقت منين؟ فهموني. أهلا يا فندم. أهلا وزارة. لا يا فندم، وقت يسمح ونص. ده أنا عندي مديرين الشركات كل واحد شايل شركته على دماغه. ده أنا حتى من كتر الفراغ بصطاد سمك تحت أمرك. أنا كده بقى فضيت لكم.
شفتوا؟ انا كنت متاكد ان انا هبقى في الوزاره الجديده. ان شاء الله هبقى عند حسن ظني معاك يا فندم. ان شاء الله. شاكرين جدا. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. محمود، انا بقيت وزير يا محمود. بقيت وزير. ايه ده؟ كنت فاكره تليفون من اليونسكو. هذا وقد أدت الحكومة اليمين الدستورية وبدأت في ممارسة مهامها في وسط تفاؤل كبير وملموس في الشارع المصري الذي رحب بالحكومة الزاكية، واستعد الشعب لاستقبال نتائج أعمالها على أحر من الجمر وبكل شوق، شوق الأمواج للشطوط، شوق الورود للندى، أو شوق الليالي للقمر. وإليكم هذا التقرير من الشارع وماذا يريد الشعب من الحكومة. الشعب عايز ايه من الحكومة؟ نعم نعم. الشعب عايز ايه من الحكومة؟ عايزة سلامتها يا حبيبتي. اول حاجة ان هما يخفضوا اسعار الموبايل شوية. عاوزة الحكومة تنقذني من الانحراف. حضرتك منحرفة؟ لا طبعا، انا اشرف بالشرف، بس لو الغلا ده استمر كتير انا مضطرة ان انا انحرف، ويبقى ذنبي بقى في رقبة الحكومة. انت بتقولي ايه؟ كل الحكاية ان عايزة اعلم الواد اللي حيلتي ده احسن علام. نفسي اشوفه كده في يوم من الايام رئيس وزراء قد الدنيا. ينفع؟ ينفع. ينفع ولا بينفع؟ طلعت زي القمر اهو يا حلاوة. رئيس وزراء يا ابني اكبر. انت مش عارفه تسالي على فكره. ايه هو اللي مش عارفه اسال ده؟ مش عارفه تسالي، انت واسطه. عارف دول بالواسطه. واسطه ايه وبتاع مين واسطه ايه؟ اسالها انت. طيب ورينا شطارتك. الحكومه عايزه ايه من الشعب؟ الحكومه عايزة ايه مش شعب؟ هو السؤال بيكون كده، اتعلموا بقى. تاني حاجة ان هما لازم يزودوا سرعة النت شوية اكتر من كده، احنا كفاية احنا تيرد ويرلز اصلا. الله، عاوز ايه يعني من الحكومة غير ان اعيش بشرف في نفس الوقت اكل اكل بني ادمين واشرب مية بني ادمين واسكن سكن بني ادمين ولما اعيا اتعالج زي البني ادمين، أو على الأقل كأني بني آدم. إيه الشكل ما يجيبش بني آدم؟ الله. والآن ننتقل على الهواء مباشرة من المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور لطيف ليلقي الضوء على سياسة الحكومة الذكية في إدارة البلاد الأبية، ردا على من يقولون أن الأحوال هي هي. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية حديثي معكم أحب أقول لكم كل تشكيل وزاري وأنتم طيبين. وأنا بالفعل قد شكلت الوزارة الجديدة وأعتبرها الحكومة الذكية الإلكترونية. اخترت أحسن الوزراء في كل الوزارات، ناس هيظبطوا البلد وهيخلوها منجا ان شاء الله. هتلاحظوا التغيرات وهتلاحظوا ان هؤلاء الناس هم رجال اعمال نجحوا في مشاريعهم الخاصه، طبعا نجاحهم ده هو خير دليل على انهم هيقدروا يمسكوا الوزاره بشكل كويس. بعد اذن معاليك، في ناس بتقول ان دي حكومة رجال الاعمال وان ده هيسمح بالتداخل في المصالح. انتوا لحقتوا سميتوها؟ لا، مش كلهم رجال اعمال، في ثلاثة مش رجال اعمال. بس مش احتمال ان وزير منهم ياخد قرار لصالح شركاته الخاصة؟ الله، امال مجلس الشعب بدوره ايه الى جانب الصحافة الحرة اللي ممكن تفضح اي وزير لو عمل اي حاجة؟ واحب اطمنكم اني انا
اخترت وزراء عندهم ضمير وروحهم حلوة ونفسيتهم كويسة وناس طيبين ومعاهم فلوس. يعني لو البلد اتزنقت ممكن يظرفونا قرشين نسد العجز الموجود. طب بالنسبة لخطة سيادتك لمواجهة البطالة؟ مواجهة البطالة تأتي بعد تشجيع المستثمرين. لازم نشجع الاستثمار، يعني تذليل العقبات أمام المستثمر، إعفاءه من الضرائب عشان يغتني وتضرب معاه أكتر ويبدأ يشغل الشباب. وأحب أقول أننا نواجه الغلاء بالدعم، كل ما تزيد الأسعار كل ما هيزيد الدعم. وكمان هناك قرار مهم جدا في هذه الوزارة أنه لا مساس برغيف العيش، يعني محدش هيمس رغيف العيش أبدا. وأحب أقول لكم أن الزيادة في المرتبات هتبقى أعلى من معدل الغلاء، وده وعد مني. طبعا كلكم عارفين يعني إيه وعد مني، لأن هذا الوعد ليكم وللتاريخ، وأنا مستعد دائما أن أوفي بوعدي. خلاص كفاية، شكرين جدا. هذا وقد أسلجت كلمة السيد رئيس الحكومة صدورنا وهدأت من قلقنا وملأتنا بالتفاؤل، وحان وقت النوم مرتاحين البال ومنشرحين الصدور ومكبرين الدماغ، وتصبحون على خير في ظل حكومتنا الجديدة الزكية.